هذه الرسالة وسمت بأصول السنة، وأصول السنة والأصول جمع أصل، والأصل في اللغة أسفل الشيء، يقال قعدت في أسفل الجبل، وقعدت في أصل الجبل أي في أسفل الجبل، وقعدت في عند أصل الشجرة أي عند أسفل الشجرة. والأصل في اصطلاح العلماء هو ما يبنى عليه غيره، ما يكون قاعدة ثابتة يبنى عليها غيرها. والمقصود بالسنة هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والمراد بالسنة هنا العقيدة وما عليه أئمة أهل الإسلام في أصولهم الكلية. فالمقصود بأصول السنة هنا قواعد أهل السنة والجماعة التي جاءت بها السنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم عليها واتفقت عليها كلمة أهل السنة وميزتهم عن غيرهم. فمن جمعها فهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيها أو في بعضها أو في واحد منها فليس من أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن يوصف أحد بأنه من أهل السنة حتى يجمع أصول السنة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، أي حتى تجتمع فيه أصول السنة. لا يحل لأحد أن يصف أحدا من الناس بأنه من أهل السنة أو على السنة بإطلاق حتى يعلم أنه قد جمع أصول السنة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عليها واتفقت عليها كلمة أهل السنة. وهذه الأصول التي بين أيدينا قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة، كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليها، وسار عليها من اتبعهم بإحسان، وكتبها أئمة أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله عز وجل الذي كتب هذه الأصول بيده، كما جاءت بذلك بعض الأخبار عنه، وأرسلها وقالها أيضاً في مجالسه وأملاها على بعض تلاميذه، ونقلت عنه رحمه الله بالأسانيد الصحيحة. فأجمل بها من رسالة يعنى بحفظها ويعنى بالمحافظة على ما فيها ويعنى بشرحها، تقرر وتكرر ويكرر شرحها
فإن حاجة الناس إليها عبر الأزمان حاجة ماسة، وفي هذا الزمان تشتد الحاجة إليها حيث كثر المزورون الذين يغشون عوام المسلمين ويقولون إنما يذكرونه هو ما كان عليه الأئمة ومن قبلهم من علماء الأمة كذبا وزورا وبهتانا، ولا يستطيعون أن يقيموا على ذلك دليلا، لكنهم يروجون ذلك على العامة، فيروج ذلك على العامة الذين يحبون الخير ولا يعرفون دينهم إلا عن طريق من يظنونهم علماء. فمن النصح للأمة أن ننشر أصول السنة وأن نقرر أصول السنة وأن نكرر شرحها وبيانها، ولا شك أن هذه الأمة لن تجتمع اجتماعاً حقيقياً نافعاً إلا إذا حققت أصول السنة. فإن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانت كلمتهم متفقة، لا فرقة بينهم ولا نزاع بينهم ولا اختلاف إلا فيما يسوغ فيه الاختلاف، حتى نبغ أقوام تركوا أصول السنة أو بعض أصول السنة فحصلت الفرقة وحصل التنافر وحصل التناحر، بل حتى وصل الأمر إلى الاعتداء وإلى أن يقتل بعضهم بعضا. فبعض المخالفين لأهل السنة في بعض الأزمان طينوا على أهل السنة بيوتهم، أي أغلقوا عليهم الأبواب والنوافذ حتى ماتوا في داخل بيوتهم. واليوم من المخالفين لأهل السنة من يستحل قتل أهل السنة، وهناك شيوخ وطلاب علم في بعض بلدان المسلمين يقتلون، ولا ذنب لهم إلا أنهم متمسكون بالسنة وبأصول السنة. فسبب الفرقة ترك أصول السنة أو ترك بعضها، ومن أراد أن يعيد الأمة إلى الاجتماع فإن عليه أن يسعى جاهداً إلى إعادة الأمة إلى أصول السنة، وأن يجتمع الناس على أصول السنة.